من جلعان الظاهرة هيك؟ شو بيقولوا عليك الناس؟ هيك وجهك شو تعبان؟ وعيونك عيونك منفخة كأنك واعية من النوم. لا 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 لا، لازم تحطي على القليلة شوية ميك اب، شوي بس ما حدا حيلاحظ. شو انت رايحة على عزاء؟ شو هالعبية هاي؟ شو شكلك فيها مثل الكيس؟ بدك اصحابك يتمسخروا عليك؟ شو بدك اياهم يقولوا عنك؟ ما لقيت تلبس خير عبايه الماما؟ لازم الاقي لك عبايه يكون تلبق لك. بعدين مين قال لك انه الحجاب لازم يغطي كل شعرك؟ لا هالحياه شوي شباب ما رح ياكلوكي. شفتي؟ هلا صرت يقولوا مثل القمر، حجابك مثل ما هو. يلا يلا انا نازله. قال حجاب قال. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.